زيدوا لا لا عاد زعيم زعيم وبعدين هارد لك اخ عبد العزيز. والله عادي الفريق يفوز ويخسر. بعدين بالنسبه للتشكيك في التحكيم جانا من افضل حكام العالم من النخبه في كاس العالم جاءوا حكموا عندنا والهلال بدع، فما ادري لماذا التشكيك في التحكيم. منصر الحكم لما يجي ما حد يقدر يتحكم فيه يعني؟ هذا حكم عالمي يعني سمعتها افضل شيء، كيف تشكك في حكم عالمي؟ حكم بعدين اتمنى تعطيني وقتك عبد العزيز. حكم عالمي بشر وممكن اذا في غلط حكم الفار موجود يا عبد العزيز. حكم الفار موجود والفار نفس الشيء. الفار كلهم ايش نجيب يعني؟ نجيب ايش؟ لو نجيب كمبيوتر اعتقد تشككون فيه. لا ما نبي. والله صح كلامك، والله صح كلامك. بعد الرجال قاعد يقول والله لو نجيب كمبيوتر تشككون فيه. ايش يعني ايش؟ والله صح كلامك. مطلوب تاخذ بطوله اسيويه توصل العالميه بعدين نقول هي موجود هني مو بالحكام اليوم بعد شيء. بالنسبه لكاس العالم للانديه اقسم بالله اخذ دوري ابطال اسيا. كلام غير واضح عندي يا عبد العزيز. مشجع قاعد ورا الجول، شفت اللي يقعد ورا الجول مع كامل. اخذ دوري ابطال اسيا مشجع قاعد ومشجع متعصب. مو كلامه ياخذ دوري ابطال اسيا. مقدم برنامج ياخذ دوري ابطال اسيا. الحين طلع صرت بطل. صرت بطل قومي. ترى ما اسمعكم انا الان. طيب اوكي. فريق محترم له جماهيره. لا محترم ما قلنا احنا محترم. ما تقول عنه هالكلام. شنو حكم يسير لعابه ويسير لعابه بكيفك انت؟ ترى محسوب عليك الكلام هذا. اي حكم؟ اي حكم؟ انت قاعد تتكلم على الهلال ولا تتكلم على النادي؟ انا اتكلم على الحكم. اتكلم على الهلال. انا اتكلم على الحكم. قاعد اتكلم قال لك لا الهلال. لا قاعد اتكلم فاز بحكام اجانب. انا قاعد اتكلم على الحكم. الهلال بتروح. مالي شغل بالهلال. مالي شغل بالهلال. انا خاف ما ناقش. مالي شغل بالهلال. بس خفت انهي الموضوع. يا حبيبي الحلقه بيني وبينك. لا تدخل هالموضوع. هم اللي دخلوا الموضوع يا ابو محمد. هم اللي دخلوا الموضوع. وانت دايم تحلم بالهلال. هم دخلوا الموضوع. شوف السماء زرقاء. وانا تكلمت عن حكم عالمي ما تكلمت عن